يصاب الأطفال بالعديد من الأمراض، وواحد من هاي الأمراض اليرقان أو أبو صفار مثل ما بسميه البعض، متعارف عند الناس اللون الأصفر يلي بيصيب بشرة الطفل. تماماً يا ماري، وبتبلش رحلة الأهل مع العناية والعلاجات كون الطفل بيكون عن جد بحاجة للاهتمام والعلاج الطبي من دون إهمال. لنعرف أكثر أكيد عن هذا الموضوع خلونا سوا نرحب بضيفنا يلي صار معنا بالاستوديو الدكتور فراس النميري، اختصاصي بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. خبرنا اكثر عن اليرقان. هلا عم نشوفه والله صرنا كثير بالعيادات، هو والجدري صاروا منتشرين، يعني قولي هلا موسمه يعني. فالمشكلة انه هذا هو من الامراض الفيروسية المعدية، طبعا الهيباتايتس اي، عم نحكي عن الرئان. بيجينا الاطفال احيانا اذا ما كان واضح اللون الصفار او كذا فبيجيك باعراض مختلفه، يعني بعد فتره لحتى تعملي تحاليل او احيانا بتشكي فيه للولد او حسب انه شو هلا في امراض موجوده لتشكي انه هذا رئان. يعني هو ما بيجيك احيانا الرئان الا اذا كان واضح الصفار بقلب عينه او على جسمه، اما او احيانا بيكون لا بيكون جاي باعراض هلا بنحكيها. بس هو الرئان او ابو صفار هو عباره عن ماده اسمها البيلوروبين بتكون زايده بجسمه، نحن بنسميها صبغه البيلوروبين. هاي بتكون زايده لاسباب هلا بنحكيها، فبنشوفها هاي بكميات كبيره. فلما بتكون زايده هاي الماده المادة البيلوروبين هي الصفرة، فبتلاقيها متراكمة تحت الجلد أو تحت العين فبيعطينا هذا اللون الأصفر. هلأ ليش تراكمت وشو هو البيلوروبين هلأ بنحكي؟ يمكن منلاحظ هذا المرض منتشر كثير عند الأطفال حديثي الولادة، وغالبا ممكن كأهالي نلاحظ هذا الشيء على أولادنا بالفترات الأولى. كنا عم نحكي دكتور عن هذا المرض، عن اليرقان أو أبو صفر مثل ما فينا نسميه باللغة المحكية أو العامية. خلينا نحكي شوي عن أسبابه، كيف الأهالي ممكن يكتشفوا؟ هل هي الأعراض ممكن تظهر بشكل واضح مثل ما كثير من الأهالي ممكن يلاحظوا؟ ممكن ينصاب الطفل بأعمار ثانية أكبر من مكان حديث الولادة؟ هلأ الهيباتايتس الرئان هو كلمة كبيرة. شو يعني كبيرة؟ هلأ بدك تفرقي بين رئان حديثي الولادة اللي بيجي هذا الفيزيولوجي الخلقي، انه فيزيولوجي في له اسباب، هو انحلالي بيكون بسبب فيزيولوجي، زمرة الاب غير زمرة ابنها للي ولدت، غير مثلا في مشكلة بالزمر او قد يكون انحلالي. عن ما بيخوف هذا الدكتور؟ لا لا او لا، احيانا بيخوف اذا كان اذا كان رئان اليوم الاول من الولادة. أوكي. اما نحن عم نحكي عن الرئان بشكل عام اللي هو الهيباتايتس اي الالتهابي، فهذا بيجي بأي عمر بكل الأعمار، يعني غير حديث الولادة. هلأ أسبابه كتير أحيانا، يعني هو أشياء أسباب أن يكون الالتهاب حاد مثلا بالخلايا نفسها، أو قد يكون التهاب بالأقنية الصفراوية، أو قد يكون انحلالي، أو قد يكون بسبب متلازمة جيلبرت ركود صفراوي. هاي الأسباب العامة اللي بنشوف، أو قد يكون يعني مثل ما ذكرتي أنت هلا إنه رئان مثلا عند الأطفال حديثي الولادة بسبب حليب الأم أحيانا بيكون. هذا الرئان بكل شيء حكينا عن الرئان، يعني عن الأسباب العامة يعني. تمام. هلا إذا بدنا نحكي عن الأعراض، شو هو العرض اللي بيكون موجود على الطفل؟ أنا لازم أعرف إنه ابني مصاب باليرقان. هلا مثل ما وقلت حضرتك ذكرت إنه في أعراض ما بتبين. هلا ممكن يكون في أعراض بديلة. هلا الأعراض كلياتنا بنعرفها، إنه أنا شفته إجا لعندي شاحب لونه أصفر حتى بقلب عينه أصفر. بس الأعراض الخفية اللي أحيانا بيراجع فيها، أحيانا بيجيكي مثلا بحالة إنه آلام بطنية شديدة مع حرارة عالية، اقياء شديد، وعي يعني ضعف عام، فانتم بتروحوا على الامعاء مثلا، شحوب مثلا، اسهالات، اقياءات، ضعف عام. بس احيانا بتقلك الام شغله هي بتوجهك، بتقلك البول عنده اصفر او داكن غامق، او بتقلك وزنه عم ينزل او ما عاد اكل او صار عنده الام راسيه، صداع، اقياء. ايه فهون نحن بنشك انه قد يكون رئان مثلا. كيف يتم تشخيصه؟ هلا نحن بنشخصه بصراحه فوري، يعني انه اذا شكينا مثلا اذا كانت حراره عاليه او ضعف عام او وهن عام، طبعا فورا بنعمل له خمائر الكبد وبنعمل له تحليل بول.
تمام. فبنعمل خمائر كبد وبنعمل تحليل بول، او احيانا بيكون بنعمل له ايكول البطن اذا كان فيه حصى ساده، لانه قلنا لك من اسبابه قد يكون انسداد بالاقنيه الصفراويه، فحصى سدت الاقنيه الصفراويه، تراكم البيلوروبين صار عندنا ريقان، فاحيانا بنشخصه. طبعا صرنا بنحكي بشيء ثاني غير عند الاطفال، بنعمل مثلا ايكول بطن، احيانا بنعمل سي تي طبقي محوري، احيانا بنعمل خزعه كبديه لنشوف انه هي نحن عم نتطور عن الريقان، عم نحكي بشغلات بقى طبيه بحته. تماما. اذا بدك تغوصي شوي بموضوع الريقان، احيانا بنعمل خزعه لحتى نشخص انه هذا ريقان. امتى ممكن طبعاً نعمل هي الخزعه دكتور؟ هلا بنعمل خزعه بالحالات الشديده، يعني نحن ما عرفنا مصدره، بدنا نشوف انه في التهاب حاد واصل لقلب الخلايا، فبناخذ خزعه وبنحللها. تمام. يعني في حال كنا عاملين كل التحاليل وكل الاجراءات وما بين السبب الاساسي سبب لهذا الريقان انه ليش عم يفرز، فبناخذ خزعه كبديه ببين معنا السبب. حننتقل لحتى نحكي بموضوع اهمال الاشخاص لهي الاعراض، ولكن قبل، هل هو مرحله العلاج تحتاج لفتره كثير طويله في حال اثبت او تم اثبات تواجد هذه الرقم؟ حسب الاصابه، يعني هلا نحن لما بنعمل تحليل خمائر الكبد، اللي بيطلع عنده الخمائر 500 و600 مو اللي بيطلع عنده، مثل اللي بيطلع عنده 4000 و5000 حسب وزن الطفل، مناعته، صحته، مقاومته. طبعا. عرفتي كيف بيصير موضوع العلاج دكتور؟ هلا العلاج هو سهل جدا عند الاطفال، ولكن بسبب ان اطفال فهي بتقل شهيتها، بتعرفي هو التهاب هذا الهيباتايتس اي مرهق للطفل، فمن اعراضه التعب والوهن العام الشديد. يعني في اطفال نحن بناخذها على المشفى بنحط لها سيرومات مع المقويات البيكومبلكس لحتى تصحصح، لانه بصير عندهم مثلا عياء شديد، بتلاقيه متجفف ما عاد اكل نهائيا، دائما خمول، مو حسنان يوقف، مو حسنان يمشي، لانه بتعرف نحن علاجه بشكل عام هو الراحه، وبتعالجي الاعراض اللي ظهرت. يعني صار عنده اقياء بنعطيه شيء للاقياء، صار عنده الام بطنيه بنعطيه شيء للام بطنيه، اما حميه اللي كنا نعملها بالريقان تبع كول سكر وهالقصص كلها ما في شيء، ما عاد صار في شيء اسمه حميه بالتهاب الكبد نهائيا، شو ما بده بياكل الطفل حتى الكبير ما عاد في حميه نهائيا، لا سكر ولا مربيات، شو ما بدك كول، لانه اصلا هيك الاصابه موجوده، يعني سواء حميت حالك ولا لا، اهم شيء انه تكتري سوائل كثير، نتجنب المسكنات اللي بتاثر على الكبد اللي ممكن تاذينا، ولكن بالحالات الضروره والقصوى عند الاطفال او حتى عند الكبار لما بيفرط خلص ما عاد بيقدر يتحرك، ما عاد فيه ياكل منيح وتجفف، بنحط سيرومات، فيك تحطيها ضمن المنزل، فيك تحطيها ضمن المشفى مع المراقبه، وطبعا بقلب السيروم بنحط المقويات نحن بيكم لسن عشان ناخذ قوه اكثر وترجع شهيته للطفل او شهيته لهذا الشخص المصاب. طبعا. تمام. مثل ما ذكرت هبه، ذكرت فكره مهمه انه في اشخاص بتهمل الموضوع، خلينا نحكي عن الام اليوم الجديده اللي هي فعلا ما بتنتبه على كل الاعراض وبتهملها، شو ممكن يصير بالمرحله الثانيه لهذا الطفل؟ هلا اذا بده يصير اهماله بصراحه مو بالاعمار الكبيره، الاعمار الكبيره شافت بول غامق عند دغري تماما، شافت بلش ابنه ما عاد اكل، داخ، وقع، لونه أصفر، فوراً بتروح عند الدكتور. بس الأهمال للأطفال حديثي الولادة اللي بيكون مثلاً عمره يومين، ثلاثة، أربعة، عم يشوف الصفار عم يزيد وهي عم تطنشه، يا أما عم تعالجه معالجات خطأ، شي بتشعل له ضوء، شي بتعطيه مي وسكر، أو بتقول أخذ برد مثلاً ابني، أو لا لا لا، ممكن من عدم دراية، ما لها علاقة. فعلاج الصفار عند أطفال حديثي الولادة اللي عمر يوم يومين وثلاثة عم يصير ضمن المنزل، فهذا لا، العلاج حصراً هو بالأشعة فوق البنفسجية، هذا الضوء الأزرق اللي نحن بنشعله بالحضانة، ما في شيء اسمه نيون. في كتير معتقدات، لأنه دكتور يعني نحن موجودين نحن وأنت اليوم لحتى نصلح هي المعتقدات الخاطئة، في كتير من أمهات عن جد بيقولوا لك حطيه تحت النيون وهذا النيون بيسحب له الصفار. يا جماعة في عنا أطباء أصحاب خبرة، هن يلي بيوجهونا وهن بيعلمونا كيف نحن نتعامل مع أطفالنا. نحن بنقول لهم علاج اليرقان حديثي الولادة إذا كان ريقان اليوم الأول على المشفى فورا، لأنه قد نعتاز إلى تبديل دم. اما الاطفال اللي بصير عندهم ريقان بالاعمار اليوم الثاني والثالث والرابع، اذا كان النسبه عاليه جدا بنحطه ضمن حاضنه ضوئيه او غواصه ضوئيه، العلاج بالاشعه حصرا، وبيتخرج الطفل على البيت وبنعاد التحليل ثاني يوم وثالث يوم لحتى يزبط. بس من العلاجات اللي بنقلهم اياها مشان نتجنب نوصل لنحط الطفل بالحضنه، انه تكتروا رضاعه وسوائل. في اهالي الام ما عاد بترضع، بتقول لك لا، بصيروا بيعطوه شيء بابونه، شيء زهورات، شيء مي وسكر، كل هي بتزيد الانحلال، بتزيد الافه، يعني بتكون بشيء بتصير بشيء ثاني.
أحياناً الأم أحياناً الريان عند الأطفال حديثي الولادة بيكون أسبابه مثلاً إنه الأم ما رضعت فتلاقيه متجفف، لما تجفف الطفل بيصير عنده ريان، بيزيد الانحلال. تمام دكتور، اليرقان بيعدي؟ يعني في اشخاص بتقلك انا رفيق ابني بالمدرسه معه يرقان رح بطل ابعته ليطيب، او ممكن يغيب عن المدرسه فتره 15 يوم ليطيب بعدين يداوم؟ شوفي هلا ريقان الاطفال حديثي الولاده تبع يوم ويومين وثلاثه هذا غير معدي، لانه هذا في له سبب لصار غير معدي. اما الاعمار الكبيره تبع السنتين وثلاثه وروضه وبعدته عن المدرسه، طبعا اصلا هو ما عاد يقدر يطلع على المدرسه لانه بيكون عنده تعب ووهن شديد وحراره عاليه وإقياء وإسهال، فما عنده وقت ليروح على المدرسة، وما بيروح على المدرسة ليتعافى 100%. تمام، هلأ معدي هو معدي بشدة طبعاً، معدي بشدة. أهله بالبيت لازم طبعاً تلاقي إنه حمامه لحال، أدواته لحال، معلقته وكذا، لأنه التهاب الكبد معدي بشدة طبعاً. في منه أنواع مشان نعطي المعلومة الصح، في التهاب الكبد البي سي، نحن عم نحكي على على اللي العام يعني. طيب الفيروسي تماما، يعني نكون كثير حذرين وكثير واعيين في حال لا سمح الله كان عندنا إصابة بالبيت. وبدي منك دكتور هيك نصايح أخيرة لكل الأهالي، سواء من الماميات الجدد يلي عن جد ما عم يعرفوا يتعاملوا مع هذا الموضوع، لأنه عن جد كانت عم تحكي ماري بهي الفكرة، بس يعني بدنا ننوه إنه في عن جد أمهات ما عندهم دراية، يعني ما في تجارب سابقة لحتى يشوفوا. نصايح أخيرة لهدول الأمهات ولسيدات يلي عن جد عندهم أطفال كمان أكبر بشوي بالعمر، كيف بيتعاملوا مع هذا؟ هي اللي عم يصير تخبيص عند الامهات حديثي الولاده، يعني اللي عم تكون هلا ولدان جديد وعندها الطفل الاول، فاذا شافت هذا اللون الريقان الصفار فورا، سواء يوم اول ثاني ثالث، تراجع الطبيب فورا. والامهات الاعمار الكبيره لما يكون في حراره عند ابنك وتعب وخمول وقياء وحسيتي عنده بول داكن او كذا، انه ما يصير تخبيص بالعلاجات، فورا راجعي الطبيب مشان ما يصير الانحلال اكثر. تماما، هي الفكره. تمام، يعني معلومات كثير مهمه ومفيده لنا. نشكر كثير دكتور لوجودك معنا، يسعد صباحك. يسعد صباحك، شكرا كثير لك دكتور، يسعد صباحك، شرف.